السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو النهاردة يعتبر اول فيديو في السلسلة اللي احنا هنعملها مع بعض، وهي سلسلة الدايت والاكلات الخفيفة اللي ممكن نعملها وناخدها معنا الشغل. والنهاردة الفيديو هيكون عن كرات التمر اللي ممكن نعملها وناخدها كسناك معنا في الشغل. يلا بينا. قبل ما نبدأ عايزة اقول لكم ان اخيرا المفاجأة اللي كنت مجهزها لكم دلوقتي موجودة على الفيسبوك، وهي الجروب اللي هنعمل فيه دايت وهننزل فيه حاجات كتيرة قوي هتبقى حلوة لينا، زي ان احنا هننزل عليه وجبات ودايت والفيديوهات وكل الحاجات دي. لو لسه ما دخلتوش الجروب هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن بوكس، وروحوا قولوا ان انتوا جايين من يوتيوب. دلوقتي هنعمل مع بعض كرات التمر. انا استخدمت تمر عادي جدا من اللي موجود في السوق. انتوا ممكن تستخدموا التمر، ممكن تستخدموا بلح العجوه. انا حبيت بلح التمر لان هو شويه ناشف فمش هيبقى طري قوي معايا ومش بيلزق. التمر هو الشيء الاساسي، انما الحاجات التانية دي اختيارية، انتوا ممكن تحطوها وممكن ما تحطوهاش، تختاروا الحاجة اللي تناسبكم اللي تحبوها. اول حاجة انا بحب فول سوداني جدا، فانا جبت زبدة فول سوداني، بس زبدة فول سوداني مع خليط طعم اللوز. طبعا ده اختيار بالنسبة لكم، انا جبت الطعم ده فخدت منه معلقة وحطيتها على جنب. وكمان خدت السوداني العادي جدا اللي هو بيجي بقشره. ليه بقشره؟ لان هو بيكون متحمص على خفيف، وكمان حبايته بتكون كبيرة. بجيب القشر وبكسره وباخد اللي جواه وبستخدمه. ممكن تطحنوه وتحطوه طبق من بره. بعد كده جوز الهند. طبعا كل الحاجات دي بالنسبة لكم انتوا، انا بحب جوز الهند جدا فاستخدمت جوز الهند. وبرضو دي اختيار ليكو، وهو بودرة الكاكاو. انا بستخدم بودرة كاكاو من غير سكر ومن غير اي اضافات، بودرة كاكاو خام. لو انتوا مش حابين خلاص. واستخدمت هنا زيت الزيتون. انا يعني في العادي بحب استخدم زيت جوز الهند او استخدم مية، بس زيت زيتون يعني مادام هو كويس طعمه مش هيختلف ومش هيغير طعم البلح ومش هيعمل اي حاجة خالص مع بقية الطعم، بقية الحاجات التانية. يلا بينا نبدأ نعملها. انا هفتح دلوقتي علبة التمر، اجيب مقص وهفتح علبة التمر. طبعا انا بختار التمر اللي انا شايفاه كويس. انا شايفة ان ماركة الطحان دي كويسة. لو انتوا عندكم ماركة تانية انتوا بتحبوها اكتبولي تحت في الكومنتات. زي ما انتوا شايفين كده التمر طري مش ناشف قوي، يعني بين البنين زي التمر اللي بنجيبه رمضان. هجيب طبق وهختار التمرات اللي شايفاها انها طرية قوي وما فيهاش ناشف كتير، وهبدأ اطلع البذر واشيل الطربوش منه واحطهم في الطبق ده وارمي البذر والطربوش على جنب. الكمية اللي انت عايزاها كمية عايدة عليكي انت. انا بحب اعمل كرات تكون صغيرة ما تكونش كبيرة، يعني في حجم تقريبا تمراية او تمرتين. لو انت حابة انك تعمليها كرات كبيرة انت حرة، بس انا بحب انها تكون صغيرة عشان ما احسش ان انا واخد حاجة كبيرة قوي كده. بعد ما خلصت التمر حطيت عليهم معلقة زيت وهحطهم في الكبة لحد ما الكبة تعملهم كورة كده لوحدها. هطلعهم من الكبة واحط عليهم نقطة زيت صغيرة علشان اعجنها كويس بايديا. طبعا ايديا نظيفة وعليها الزيت، هبدأ اعجنها كويس واعملها كرات صغيرة. هاخد اول كورة وهعمل فيها فتحة صغيرة واحط اللوز او السوداني واكورها واحطها على جنب، وافضل اكرر الحركة دي. دلوقتي هوريكم ازاي هحط زبدة فول السوداني. ايديا مطرحة زيت، هاخد حتة زبدة فول سوداني واكورها صغير واحطها جوه البلح، واكررها تاني مع بقية الكمية، ولو في زيادة شليها عادي جدا وبس. دلوقتي بقى هعمل التوبك ليه. ممكن اعمل طبق بجوز الهند بان انا اخلي الكور تتلف كده بجوز الهند، وممكن اعمل طبق بالكاكاو. لو انت ما بتحبيش اي حاجة من دول انت حرة، وممكن تعملي الاتنين مع بعض، شوية جوز هند وشوية كاكاو. دلوقتي انا زودت الكمية، كنت عاملة كمية صغيرة عشان التصوير، دلوقتي زودتهم. لازم تسيبي التمر ده في التلاجة عشان يمسك ويلم على بعضه.
دلوقتي انا هدوقه وحلو جدا. واللي اخترتها كان فيها زبدة فول سوداني حلوة قوي، جربوها وقولولي رأيكم. طبعا الطعم تحفة جدا جدا جدا، هتحسوا بطعم جديد للتمر. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.